خلونا دلوقتي نروح لزميلتنا دينا نعرف منها اخبار الطقس بالتفصيل. دينا، يعني هوا وساعات شمس وبالليل برد، فهمينا بقى. واحتمال يكون في موجه حاره من بكره، فتعالوا فعلا نتابع معاكم نشره جويه بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون فيه انخفاض في درجات الحراره على كافه الانحاء. الطقس هيكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومائل للحراره على السواحل الشماليه الغربيه، وطقس شديد الحراره على جنوب البلاد. لكن بالليل هيكون مائل للبروده على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد. خلونا نتعرف اكتر عن تفاصيل عن حاله الجو من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم بخير يا رب. عايزين نطمن من حضرتك عن احوال الطقس النهارده، وسامعين كده ان من بكره هيكون في موجه حاره، اخبار التفاصيل ايه اكتر عن حاله الجو، خاصه ان كان في كمان رياح بالامس وصباحا كان في رياح شويه. بالفعل احنا اليوم يعني مستمرين في الاجواء الربيعيه المستقره خلال فتره النهار، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، انخفاض طفيف في درجات الحراره مقارنه طبعا بالايام الماضيه، لكن يعني نقدر نقول طقس اليوم اشبه بطقس الامس. يعني حالة الطقس خلال فترة النهار هنشعر به ان هو من مائل للحرارة الحارة خلال فترة النهار على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، هيظل شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، والطقس لسه شعرنا به مائل للبرودة خاصة صحيح. في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وده أغلب المناطق الشمالية. المناطق طبعا الموجودة في جنوب الصعيد بيبقى الطقس فيها خلال فترات الليل معتدل، في فرق كبير من درجات الحرارة الصغرى والعظمى خلال فترة الليل وفترة النهار، بتوصل لأكبر أكثر من 15 درجة مئوية. كمان في نشاط للرياح، يمكن احنا شهدنا بالأمس نشاط للرياح، اليوم متوقع استمرار نشاط للرياح. نشاط الرياح ده بيكون على الأقل شوية ببرودة الجو بالليل. بالظبط، بيخلينا نشعر بانخفاضات درجات الحرارة كمان خلال فترة النهار وخلال فترة الليل، ما بيخلناش نحس بارتفاعات درجات الحرارة، انخفاض نسب الرطوبة كمان في الكتل الهوائية ما بيخلناش نشعر بارتفاعات درجات الحرارة. لكن متوقع من غدا يكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، الارتفاع ده هيكون بحوالي يمكن 6 درجات عن اليوم، يعني احنا غدا متوقع العظمى على القاهره الكبرى ما بين 37 وال 38 درجه مئويه، الاجواء غدا هتكون اجواء شديده الحراره خلال فتره النهار على اغلب مناطق الجمهوريه، ارتفاع درجات الحراره ده هيكون معانا الثلاث والاربع والخميس، موجه حاره، موجه شديده الحراره خلال فتره النهار، لكن برضه ناكد ان نسب الرطوبه في الكتل الهوائيه ما زالت منخفضه، احساسنا بدرجات الحراره مش هيكون زي فصل الصيف، كمان لو احنا تجنبنا التعرض المباشر لاشعه الشمس ده هيخلينا ما نحسش بارتفاعات درجات الحراره اللي هنشهدها من غدا ان شاء الله. كمان من غدا بالنسبه ليوم الجمعه هتبدا تنكسر، يعني حضرتك قلتي هو الثلاث والاربع والخميس هنبدا ننخفض مره ثانيه بعد كده في درجات الحراره، يعني امتى نقدر نقول الناس تخلوا بقى الملابس الشتويه، لان احنا عندنا كده صبح صيف وبالليل بنلبس الهدوم الشتوي. بالفعل يمكن الجمعه هيبقى فيه انخفاض طفيف في درجات الحراره، هيبقى ملحوظ من يوم السبت ان شاء الله، هيبقى انخفاضات في درجات الحراره ملحوظه، الاجواء يعني درجات الحراره فيها تراوح ما بين ال 30 وال 29 درجه مئويه، هنبدا تاني نشعر بالاجواء الربيعيه والطقس اللطيف خلال فتره النهار من الاسبوع المقبل، عشان كده احنا لسه مستمرين في ارتداء الملابس الشتويه خاصه خلال فترات الليل، لان الطقس لسه فيها مائل للبروده، على الاقل لاعياد شم النسيم الى ان تستقر درجات الحراره وبدايه النص الثاني من فصل الربيع نبدا ساعتها نرتدي الملابس الصيفيه او نخفف ملابسنا تدريجيا صحيح. لكن احنا لسه فترات الليل اجواء بارده، حتى لو انا هخرج واضطريت طبعا تخفيف ملابسي خلال فتره النهار يبقى دايما معايا جاكيت لفترات الليل ارتديه لما احس بانخفاض درجات الحراره، نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ده ما يزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره، كمان طبعا نتناول كميه كافيه من المرطبات والسوائل في فتره السحور، ده طبعا عشان نقدر نواجه الحراره اللي احنا نشهدها الثلاث ايام الجايين ان شاء الله. واخيرا متابعة النشره الجويه، لان طبعا متابعه النشره الجويه ده شيء مهم جدا في ظل التقلبات الجويه الحاده والسريعه خاصه في درجات الحراره. اكيد احنا بنشكر حضرتك على متابعتك اليوميه معانا كل يوم في صباح خير يا مصر، بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نستعرض درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 32 والصغرى 18، الاسكندريه 30 15، مطروح 23 16، سيوه 33 17،
بورسعيد 27-15، دمياط 27-15، إسماعيلية 33-16، السويس 34-16، العريش 28-14، طابة 30-17، كاترين 29-12، شرم الشيخ 33-24، الغردقة 34-23، الفيوم 38-17، بني سويف 38-17، المنيا 37-15، أسيوط 37-18، سوهاج 39-19، قنا 39-19، الأقصر 40-20، أسوان 41-21، الوادي الجديد 39-22، شلاتين 23-19، وأخيرا حلايب 32-17. بكده ضمننا حضراتكم عن حالة الجو بالتفصيل. هرجع مرة تانية لمحمد وبسنت عشان نكمل معكم فقرات صباحية مصر. شكرا لك طبعا دينا، شكرا جزيلا لك.